سيل الأصلية توفرت بعشر قياسات من قياس 40 لحد قياس 20. حبايب الستيل يكون كلش قوي وثقيل وبيعمق من الداخل المصفي. مثل ما قلت لكم بعشر قياسات، اكبر قياس اللي هو قياس 40. هواي ردتوا نجيب لكم مصافي قياساتها كبيرة، بالحقيقة بعد كلش كبير وعميق، سعره 5500. الحد قياس مثل ما قلت لكم 20، يعني موجود 26 24، يعني مثلا عندكم هذا القياس 26 سعره 2750، قياس 20 سعره 1750. نوعيات كلش ممتازة وبعشر قياسات. شنو هاي الأكواب اللي تخبل بأشكال وألوان تجنن؟ تعالوا خل أخذكم فرع وأشوفكم الجمال. يعني هذا الجمال مجمع فلس ونص بسعر بس ب750. هواي أشكال، قياسه كلش مناسب. شوفوا جمال الألوان والأشكال، كلش لطيفات وحلوة. يعني راح تحيرون يا هو راح تاخذون، لأنه أشكال كلش تجنن. ويكفي حبايب مثل ما قلت لكم السعر 750 بس. بالطابق الثالث راح تلقون طابورية وبنفس الوقت صندوق، تعالوا خل اشوفها لكم. تكون جلد تقعدون عليها كلش قوية، اسفنجية، تفتحوها مثل ما تشوفون تكون حبايب صندوق تخلون بيها الاشياء اللي انتم تريدوها، العاب، ملابس، كلش واسعة من الداخل وكلش قياسها كبير. متوفرة باكثر من لون، اشوفكم جمال الالوان. وتعالوا اشوفكم اللي تكون قماش ايضا كلش قوية، اسفنجية، طابورية، تخلون بها الشغلات، متوفر بها اكثر من لون. طبعا هاي بس يا مجمع فلس ونص راح تلقون الطابورية والصندوق بسعر 16750. شنو هالكياتك؟ حافظة كيك او حافظة معجنات بهذا الشكل الكلش كيوت، يخبل مثل ما تشوفون. القفل مالته يكون محكم، قياسه كلش مناسب، اكريليك، والقاعدة مالتها متوفر بها اللون الوردي واللون الابيض، واليد باللون الذهبي، فتشي كلش كيوت. وهم من سعره 4500، يعني اذا تلاحظون دا تجيب لكم شغلات كلش حلوة باسعار بلاش، لكم شغلات تستفادون من عندها بالمطبخ. خفاقة وبنفس الوقت مطقاقة، يعني 2 في 1 بسعر 1000 دينار بس. عندكم هاي مهراسة الثوم الاصلية كلش قوية وكلش ثقيلة، سعرها 2750. ايضا عندكم هذا مفتاح العلف بسعر 2000 دينار، طبعا كلش نوعياتهم ممتازة. تعالوا بعد اخذكم فرة واشوفكم ملقط طعام تريدون تكبروه او تصغروه منه، يتوفر بيه اكثر من الشكل بسعر 1000 دينار بس. بعد حبايب هواي شغلات متوفرة تحتاجوها بالمطبخ. لاية هوائية كهربائية هم نوعيتها زينة وهم من سعرها مناسب وهم من الوانها تجنن. اول شي حبايب قياسها 7 لترات ونص، تعالوا شوفها لكم من قريب، هتتحكمون بيها مثل ما تشوفون الوانها كلش حلوة. خل اشوفها لكم من الداخل. بالاضافة حبايب يعني كلش صحية، تقدرون تستخدمون زيت او تقدرون تستخدمون الاكل بدون زيت، كلش عملية، سعرها مناسب. يعني حبايب قلاية هوائية كهربائية يم مجمع فلس ونص راح تلقون سعرها 37 بس، قياسها مثل ما قلت لكم 7 لترات ونص. واذا نسيت الجلاس خاصة تقدمون بيه الخطار، لانه شكله كلش حلو ويجنن. خل اشوفه لكم، يكون زجاج كريستال، الاطار مالته باللون الذهبي الطلاء ثابت بقاعده مثل ما تشوفون، السيت يجي بيه 6 قطع، ومتوفر بيه اكثر من شكل. يعني عندكم جمال هذا الشكل، هذا، يعني 4 اشكال، واحد احلى من الثاني، كلش بسيطات ونازكات. طبعا حبايبي مثل ما قلت لكم السيت يجي 6 قطع، سعره صدق سعر عرض خاص، يعني هذا الجمال بسعر 8000 بس. والخلاط اللي يكون على الشحن متنقل، تريدون السفرات تسوون بيه عصير للاطفال او للجيم وهاي السوالف، فشي كلش مفيد على الشحن مثل ما قلت لكم، متوفر بيه اكثر من لون، اما سعره بس ب 3500. هي الدولك الزجاج هم شكله حلو، هم من سعره بلاش وهم يجي وياه 6 قلاصات، تعالوا خل اشوفه لكم. شوفوا جمال الدولكة، فشي كلش حلو، قياسه كبير وياه 6 قلاصات، تكون بيها
القاعدة، متوفر بها هذا الشكل ومتوفر بها هذا الشكل الثاني، كلش حلو وغريب، شوفوا الجمال. وأيضا 6 قلاصات، يعني سيت كامل دولكة و6 قلاصات بيشن مجمع في السونس 5500 بس. شلون شغلات حلوة وفي كده نجيبها لكم أشوفكم. هاي ضاغطة الصابون السائل اللي تكون فرفوري، شوفوا الجمال والكياتة، فشي كلش حلو شكله بالحقيقة، بعد أحلى وأحلى تجويها مالتها هاي الاسفنجة، فشي كلش لطيف، متوفرة بأكثر من لون وقياسها كلش مناسب. وفيتامين سي من آرت سكين، كريم مرطب للبشرة يجنن، يخلي البشرة تلمع لمع. ايضا حبايب يكون يعني مرور الايام من راح تستخدموه راح يقلل لكم من التجاعيد، ويكون اصلا هو هذا الكريم خالي من الزيوت. تعالوا خل اشوفه لكم من الداخل، عطره يجنن، يعني انصحكم تاخذوه من عنده لانه يسوي البشره تخبط، وبنفس الوقت سعره هم يجنن كلش مناسب. هي سكان تركي يجنن وعباره عن نزاكه، تعالوا خل اشوفه لكم، بس شوفون الجمال يلمع لمع. الاستكان يكون بهذا الشكل، فشي كلش نازك، زجاج شفاف، وبي مثل ما تشوفون لون ذهبي. السيت يجي 6 قطاع، سعره 5000، تقدرون تاخذون وياه مالته سيت الماعون الشاي نفس الشكل مال الاستكان، مثل ما تشوفون ايضا بلون ذهبي، الطلاء ثابت. السيت يجي 6 قطاع بسعر 6500، يصير سيت يجنن، شوفوا الجمال. شوفكم من الطابق الثاني المواعين ميلامين اللي اشكالها خشبية وقياساتها كلش مناسبة، والاحلى من هيج انه سعر القطعة 1000 دينار بس، بهذا الشكل بهذا الشكل، الشكل البيضوي، قياساتها حبايب كبيرة مثل من بين بايدي، راح تفيدكم وهم بتنكسر، وشكلها من كلش حلو هيج خشبي، ومثل ما قلت لكم سعر القطعة 1000 دينار. تعالوا اشوفكم شنو جبنا لكم جمال هاي حافظة الكلينكس اللي تكون اكريليك، شوفوا جمال اللمعة تخبط والله، يعني شكلها بالحقيقة بعد احلى واحلى. وحبايب الاكريليك مالتها كلش قوي، متوفر بيها هذا اللون، متوفر بيها اللون الاسود، كلش حلوات، قياسها كلش مناسب وكلش قوية. عينة المسح اللي كلش راح تستفادون من عندها، واللي كلش عملية وابد ما تاخذ وقت، وبنفس الوقت مريحة. حبايب منا تخلون المي والزاه والمعطر وما اعرف ايش، ومنا تنشفون الوصلة، طبعا تجي بيها 2 وصلة احتياط، والحلو انه بيها مثل ما تشوفون يده وبيها ارجل متحركة، حتى تصير عليكم سهلة من تنقلوها من مكان لمكان ثاني، يعني هذا الجمال كله بسعر 16000، تاخذون المعينة وتمسحون على راحتكم وبدون اي تعب. اريدكم تشوفون الستوري اول باول، لانه مثل ما تشوفون هواي بضاعة جديدة بنجيبها لكم، ودا اشوفكم من قلب الحدث. تعال اشوفكم هذا السيت الجلاس اللي خبل، وشكله بالحقيقة بعد احلى واحلى، شوفوا الجمال، شوفوا الكياتة، شوفوا الورود، تجنن. زجاج قياسه مثل ما مبين بايدي، شوفوا جمال الورود والكتابة واليدة، والاحلى انه متوفر باكثر من لون، كلش حلو. والسيت متكون من 6 قطع. شوفكم شغلة من قسم المفروشات، الجودليات اللي كلش كلش نوعيتهم ممتازة، قياسها 200 × 84، يكون بهذا الشكل، متوفر هواي ألوان وأشكال لطيفة، نوعيته كلش ممتازة، وبسعر 8500. أيضا أشوفكم من الطابق الثالث قسم المفروشات الشراشف الجدة اللي جبناها لكم، هذا الشرشف يكون نفرين ويا ايضا وجه مخدة 2، طبعا الخامة مالته تجنن، الوان تخبل واشكال بعد احلى واحلى. الشرشف مالته يكون لاستيك وكركش بسعر 9500، بالاضافة حبايب بعد متوفر هواي موديلات للشراشف نفر ونفرين. اشوفكم شنو، فتعالوا هسه خل اشوفه لكم، طبعا قياسه يكون 120 × 74، الخشب مالته الاصلي كلش قوي، الارجل مالته كلش قويه، يعني لازم تاخذون من عنده لنوعيه كلش ممتازه، تقدرون ترهمون وياه كراسي مثل ما هسه احنا مرهمين لكم، هاي الكراسي مال عظم عاج، سعر القطعه 14500، اما سعر الميز 66000. سفريات، تعالوا اشوفكم هذا سيت الماعون السفري، قياسه كبير يطلع تقريبا 50 قطعة،
كل هذا بسعر 2000 دينار بس، والقياس الكبير. وتعال اشوفكم هذا سيت الكاسة او الجدر يكون بهذا الشكل، 3 قطع بسعر 1000 وربع، وهذا الماعون اللي ايضا بغطاء 3 قطع بسعر 1000 دينار باللون الاسود ويا الغطاء مالته، والنوعية مالته كل زين، هذا البلاستيك اللي يكون ثخين. ايضا حبايب الجداري السفري اللي تكون سيليفون متوفر به اكثر من قياس، هو قياسات متوفر، يعني مثلا عندكم هذا قياس 22 بسعر 750 بس. هاي الطبلية هم كلش راح تفيدكم، خشب بالشكل الدائري، هاي الارجل مالتها كلش قوية، قياس 60x60 سعره بس 17. طبعا ايضا حبايب متوفر به قياسات اكبر، يعني عندكم مثلا اكبر شيء قياس 90 سعره 20.5. اشوفكم هذا التغليف، تغليف الاثاث، طبعا كلش مفيد، تقدرون مثلا من تصبغون الحائط تخلوه على الاثاث حتى شنو الاثاث ما يتوسخ بالاصباغ، او مثلا من تنظفون تقدرون تخلوه على الاثاث، قياسه كبير وتقدرون تتحكمون به، وطبعا بس يم مجمع فلس ونص نبيعه ب1500 بس. مانع التعرق اللي شقد ما راح احكي لكم عنه قليل، روله من هيلثي شوب الغني عن التعريف يجنن حبايب، وهسه بهذا الصيف يحتاج له هيلثي شوب، متوفر به اكثر من عطر، واحد اطيب من الثاني بنسبة تبييض، عطورة تجنن يدوم 48 ساعة، يعني شقد ما راح تتعرقون العطر راح يفوح. اليوم كل اشياء جديدة تفيدكم، اشوفكم هذا الرف المتعدد الاستعمالات، تخلون به الشغلات اللي انتم تريدوها، يعني مثلا تقدرون تخلون به المنظفات او غير اشياء، متوفر بقياسين، 3 طابق سعره 8500، وال4 طابق سعره 11، بالاضافة حبايبي ارجل متحركة حتى يصير عليكم سهل من تحركوا.